مساء الخير عليكم جميعا. موضوع اليوم بإذن الله راح يكون عن اختبار الـ HbA1c اللي هو تحليل السكر التراكمي. طيب إيش الفرق ما بين تحليل السكر التراكمي وتحليل السكر العادي اللي هو الـ Random Blood Sugar؟ الفرق إنه الـ Random Blood Sugar يقيس لك السكر خلال نفس اللحظة، لكن الـ HbA1c اللي هو السكر التراكمي يقيس السكر اللي في جسم الإنسان خلال الثلاثة الأشهر الماضية. طيب المعدل الطبيعي إذا كانت النتيجة أقل من 6% معناه أنه الشخص سليم، وإذا كانت النتيجة من 6% إلى 6.4% معناه أنه الشخص راح يدخل في مرحلة السكر، وإذا كانت النتيجة أكثر من 6.4% معناه أنه الشخص مصاب بالسكر. طيب وبالنسبة للأشخاص اللي ممكن يصاب بالسكر لا سمح الله، لازم كنصيحة تغيروا اللايف ستايل حقكم اللي هو طريقة حياتكم من ناحية الأكل ومن ناحية الرياضة. عفان الله وإياكم، إن شاء الله كانت معلومات سهلة وبسيطة عليكم، يعطيكم العافية.